السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دول تفسير الثلاثين رؤيا الخاصين بجروب الفيسبوك. رقم واحد، عم مبشبش: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت اني باكل علبة زبادي حلو كانت مفتوحة وشكلها مش كويسة، والمرة التانية حلمت انه صديقة اختي. طيب خلينا في الاولى، الرؤية الاولى لما اكل حاجة فاسدة او مش كويسة ده بيدل على شوية تعب وهيعدوا على خير بإذن الرحمن. الرؤية التانية، حلمت ان صديقة اختي جت تزورنا وجيت اضيفها علبة، بس شفت العلبة فاسدة بسبب التلاجة مش بتبرد الاكل جيدا، بس انا اخدت علبة وتذوقت طعمها مسيء لكن ما عجبتني. قالت لي امي وابي انه سبب فساد العلب من عند المحل اللي بيبيعهم، بس انا لومت امي وابي وقلت لهم انه سبب فساد العلب هو التلاجة لانها مش شغالة كويس. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب، ان شاء الله ان شاء الله ربنا يشفيكي. الرؤية التانية، يا عم بس اذا كان في اي حد من عندكم داخل في اي مشاريع الفترة دي فبلاش بلاش، لان الفساد في والتلاجة دي مكان ارزاق وبتدل على الارزاق، ان يكون الاكل اللي فيها الفاسد فمعناه ان انا هدخل في مشروع او في عمل يعني هيكون سبب في ضياع مال بدون داعي فبلاش. اذا ما كانش فخرجوا زكاة المال، وخلي بالك من المال الموجود حاليا، ما تدخلوش في اي مشاريع في الفترة اللي احنا فيها دي بلاش، والله اعلى واعلم، بس عشان الرموز جاية مش كويس. شيماء رقم اتنين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شفت في النوم اني عطشانة جدا ولقيت كل دير عليه زحمة، وكنت ماشية في جنينة ولقيت ازازة مية افتكرتها بتاعت حد، شربت بق واحد واستنيت ما لقيتش حد قال بتاعتي، شربت تاني وبعدها شربت الازازة كلها وارتويت، وفي الاخر اكتشفت انه عصير. الرؤية بتاعتك يا شيماء، المية والعصير اللي اكتشفتيه في الاخر ده بيدل ان في شخص مقبل عليكي بالمواصفات اللي بتتمنيها بالظبط، طالما في الاخر حسيت ان انا ارتويت يعني شخص هيجي زي ما بتمناه على الهوا بالظبط، بس ان في الاخر اكتشف انه عصير فهو امره في مشاكل، يعني شخص هيظهر بالمواصفات بالظبط بس امره متعسر، العصير جه في الاخر ده معناه تعسير اموره شوية، الله اعلم الامور متعسرة معاه في ايه بالظبط. رهف رقم ثلاثة، حلمت اني كنت بمتحن وحليت الامتحان كله، وسألت واحد في اللجنة انا حليت صح ولا لا، قال كله صح ومش هتجيبي في الثانوية اقل من 95%، وبعدها ورقة الامتحان اتحولت لكتاب كبير وما كنتش لاقياه، وفضلت ادور في اللجنة والمدرسة كلها، وانا بدور لقيت السيسي موجود في اوضة ومعاه ناس، وكنت بشكيله ان الكتاب ضاع، ورحت البيت لقيت ماما في المطبخ وبحكي لها اللي حصل، وانا بعيط، ولقيت على البوتاجاز لبن مغلي مطفي عليه وبيض لسه بيتسلق آنس. طيب ربنا يرزقك الخير. طيب انتي ما ذكرتيش عمرك يا رهف، بس الامتحان اللي جه ده معناه اختبار من ربنا وهيمر على خير، طالما انه قالك انك نجحتي والكلام ده معناه انه هيمر على خير. الكتاب الكبير اللي اخدتيه وفضلتي تدوري عليه ده معناه ان في شخص ان شاء الله باذن الرحمن، الكتاب ليه العزباء بيدل على شخص ليه المتزوجه بيكون مولود ذكر، فده معناه ان في شخص هيظهر ان شاء الله في الفتره الجايه وهيتم امره على خير وعلى فرحه، علشان البكاء اللي جه في الاخر. كمان البوتاجاز بيدل هنا طالما عليه اللبن ان في مناسبه سعيده مقبله وقريب، او ان شاء الله مش بعيد. البيض هو رزق بس لسه وقته، البيض ده رمز جايلك لوحده ان فيه رزق بس لسه وقته شوية، والله أعلى وأعلم. أمل رقم أربعة، عليكم السلام ورحمة الله. من سنة رأيت أني كنت مش محجبة وأجلس في سيارتي من الخلف، وبيجلس من الأمام وبجانبي في الخلف رجال ونساء من الجنسية الصينية يستهزئون بي، لم يعجبني الوضع، أخدت زجاجة عطر من السيارة ونزلت، ثم رحت أشكيهم للشرطة. رجل ضخم لكن سمح الوجه، لم يكن يلبس الزي الرسمي، لما شكتهم له ضحك وحكالي هؤلاء لم يستحوا من الرئيس بوش وضربوه بالحذاء، كيف بتطلبي يستحوا منك؟ لكن لا تقلقي احنا قبضنا عليهم وشفتهم فعلا الشرطة واخداهم، وطلب مني احضر ورقة وقلم وجبتهم، وقال لي اكتب عليها جملة بالانجليزي معناها ملكية حقيقية وتعني عقارات ايضا، مع تكرار رؤية ناس صينيين بيلحقوني عشان يقتلوني في رؤى أخرى منفصلة بلا طلاق. شكرا لله.
طيب الرؤية كلها اذا حابة ترجعي او بتتمني ان يكون في رجعة بينك وبين زوجك او المنفصل عنه حاليا، فبلاش نفسرها، بلاش نفسر الجزء اللي هو الخاص من غير حجاب والاشخاص اللي كانوا معاكي والورقة والقلم والكلام ده كله بيدل على رمز واحد. فاذا حابة ترجعي انت كده فهمتي قصدي، لكن الاشخاص السنين اللي كانوا معاكي وكانوا بيحاولوا يضايقوكي وانت خدتي زجاجة العطر ونزلتي، ده معناه انك كنت مخالطة الناس ما بيشبهولكيش في اي شيء. انت الفترة كنت مخالطة الناس، يعني صفاتهم مختلفة عنك تماما، ما تقدريش تعيشي معاهم، علشان كده انت خدتي العطر معاكي ومشيتي، برضو ده رمز مش طيب. فانا مش حابة، لو حابة اني افسرها لك اكتبيلي تحت الفيديو ده وهكملها لك باذن الرحمن. باب الريان رقم 5. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت اني رحت الخياطة علشان تخيط تنورة طويلة جينز، فوجدت عندها مجموعة عرائس لابسين لبس تقليدي يوم الحنة في بلدنا وكانوا بياكلوا الكسكسي. استغربت ليه العرايس جالسين عند الخياطة في يوم فرحهم وعزموني اكل معاهم، وجلست واكلت وكان لذيذ جدا، وقلت هاخد طريقة عمل الكسكسي. بعدها وجدت قطعتين حلويات مختلفات، اخترت منهم واحدة بيضاء وأكلتها. أنا موظفة وعزباء. بعدها بيوم حلمت أني باكل سمك مطبوخ كأنه مقلي وكان لذيذ، ما عرفت في الحلم إن كان مقلي أو مشوي. لا إن شاء الله مقلي، المشوي ما بيكونش يعني حلو. إن شاء الله ده رزق مقبل عليكي، اللي هو الجزء الخاص بالسمك المطبوخ ده رزق جاي قريب قوي طالما إنه شفتيه مطبوخ. الجزء الأول قلنا الخياطة بتدل دايما على ان في جمع بينك وبين شخص بس عن طريق حد، مش في كل الرؤى طبعا، لان في ناس متزوجة وفي يعني رجال بيكون لها تفسير تاني احيانا، لكن هنا وللعزباء معظم الرؤى اللي بيجي فيها الخياطة ده معناه ان هيجيلك شخص بس عن طريق حد، هو طبعا اللي هيجمع ما بينكم بعد ارادة ربنا سبحانه وتعالى. اكلك معاهم مع العرايس دي ده معناه ان ان شاء الله في فرح ليكي قريب، الامر مش بعيد عنك ان شاء الله. القطعتين واخترتي منهم ده معناه ان في حد ما تمش امره، في حد تاني هيتم امره من بعد الرؤية، والله اعلى واعلم. ندى رقم 6. حلمت اني عند بيت عمي عمر القديم وزي في مناسبة وستات بتيجي، واحدة شافتني وحضنتني جامد، ضايقتني ودوختني من كتر الحضن، وزي في شاب معرفوش جايني مبتسم لما لقاني دايخه مجاش، بعدين زي رحت سلمت على عمتي عليا وعمتي سعاد ومرات عمي عزه، وزي انا وشيماء بنت عمي على السرير عايزين ننام، قلت لها طيب ساعه واحده واظبطي المنبه احنا لسه في اول العيد، وزي حصلت حاجه خلتنا ما خلتناش ننام، ده اللي فاكراه. طب قولي الحمد لله ان انتي ما نمتيش، لان النوم بيكون ايقاف حال، فالحمد لله ان انتي ما نمتيش. طيب اولا حصني نفسك قوي، لان في واحده ست يعني عينيها وحشه بمعنى اصح، دي امراه حسوده او يعني عينيها قويه شويه. في خير كان جايلك، انت كنت في بيت حد اسمه عمر، والشخص اللي كان جاي عليكي ومبتسم الشاب ده كان ارتباط مقبل عليكي، وحد كنت تعرفيه من فتره قديمه كان ناوي يتقدم ليكي. معنى ان هي تحضنك او تضمك لحد ما تحسسك بدوخة، قلنا لما الانسان يشوف الدوخة او يشوف الاغماء والكلام ده كله ده معناه انك لازم تحصن نفسك، لان في حسد هيوقف لك امر. فده الامر اللي حصل، ان الموضوع توقف عندك، موضوع شخص معين. الجزء الثاني اللي هو عمتك عليا وعمتك سعاد ده بيدل على علو في شأنك وسعادة مقبلة عليك ان شاء الله بتحقيق امر عزيز، وهو واضح طبعا انه ان شاء الله ان شاء الله طالما جه العيد فهو ان شاء الله امر ارتباط من بعد اللي هو بسبب الحسد ده توقف. لا ده في حد جاي تاني ان شاء الله، بس لما يحصل الامر ما تتكلميش فيه كتير، خليه كده عشان انت شفتي انت كنت هتنامي تاني، كنت رايحة تنامي، فده معناه ان كان هيكون في ايقاف تاني، فما يحصل ما تقوليش الا لما يتم الامر باذن الرحمن، والله اعلى واعلم. فرح رقم 7. حلمت ان واحدة كانت بتدرس معايا اسمها مريم، كان بينا سوء تفاهم في منزلنا وكان هناك رجل يصلي جالسا، سألتها من هو فأجابت إنه عمها، ثم جاءت أمي ومعها امرأة ورجل وطلبوا منا قراءة الفاتحة، قرأناها ثم سألت لماذا، ف
فأجابوا بأن عمها سيخطبني، وكانت مريم تشجعني أن أقبل، ولكني قلت لهم سأفكر في الأمر. ثم رأيتنا أمام الباب وإذ بإعصار أو دوامة قادمة، فأسرعنا الدخول. دخلوا جميعا، أما أنا ترددت بين بابين، ثم تبعت أمي وأخي. وعندما أردت الدخول مباشرة انتهى الحلم. مطلقة ولي ابنة، ربنا يحفظها لك يا رب. بصي، طالما مريم هي اللي جات لك البيت فده معناه انك اتظلمتي على طول، ده معناه انك اتظلمتي وظلم كبير. الشخص اللي كان بيصلي في بيتك ده معناه صلاح لأمرك بإذن الرحمن. كمان ان هو جاي وبيكلمك في خطبة، فده معناه ان في خطبة مقبلة عليكي، بس يعني هيكون في مشاكل كتير. اول ما هتيجي الشخص ده او تيجي الخطوبة دي، جه الاعصار من وراه من بعدها على طول، الاعصار والدوامة والكلام ده كله، ده معناه ان اول ما هيظهر في حياتك شخص انه بيتكلم في ارتباط، في مشاكل كبير قوي هتيجي، كبيرة قوي، الله اعلم من مين. ربما ان هي من زوجك القديم، لان معنى انك تترددي بين بابين معناها انك هتحتاري بينه وبين الشخص الجديد، فده يمكن الاعتراض انه هيكون منه هو، او ان هو هيحاول الرجوع مرة تانية. الامر ساعتها اللي هيتم هو الامر اللي هيختاره والدتك واخوك، لانك تبعتيهم، فده معناه ان هيتم الامر اللي هم هيشوفوه صح في وقتها، والله اعلى واعلم. الاشواق رقم 8، رأيت نفسي دخلت الحمام للتبول اكرمكم الله، وفي بنت في الحمام ايضا، وبتكون بنت عمي معايا، وهي واقفة تتكلم وانا ساكته وبقضي حاجتي، وانا ساترة في مكان العورة وهي لا تراها. وبعد كأني مشيت اصلي، لا اذكر هل توضيت ام لا، وتوجهت اصلي، وقفت اصلي غير الاتجاه اللي هو في الواقع. طيب، الرمز الاول، طالما قضيتي حاجتك فاعرفي ان بالفعل ان شاء الله في حاجة بتتمنيها في الواقع في الدنيا هتنقضي ليكي. ان العورة ما انكشفتش فقولي الحمد لله، لان العورة لما بتنكشف بيكون احيانا بيكون افتضاح امر، واحيانا بيكون فرج، لكن هنا كان هيكون افتضاح امر، فالحمد لله ان هي ما انكشفتش على المرأة اللي كانت قدامك. معنى ان انا صلي غير الاتجاه اللي انا عارفاه في الحقيقة او اتجاه القبلة في الواقع، فده معناه ان في ذنب هرتكبه، فاحذري بقى ان في ذنب هترتكبيه. فكري كويس في اي امر هتتصرفي فيه المره المقبله او الايام المقبله، لان ده بيدل على ذنب، وذنب مش هين. تفسير اختباء رجل تحت السرير، والرجل كاني اشبهته لشخص، وهو ابن الجيران، وكانه اخويا يبحث عليا وين مختبئ لا اجده، والغرفه اللي مستخبي فيها في الواقع لا سرير ولا شيء فيه. اما اشوف ان حد مستخبي او حد بيتابعني من خلف حائط او الكلام ده كله، ده معناه ان في حد فعلا بيتتبع امرك، بس هنا مش بيتتبع امرك باذى، طالما انه ما اذاكيش فعرفي ان حد بيتتبع امرك، بس ربما انه بيفكر في ارتباط، ربما انه بيحاول يعرف حاجة عنك، لان هنا ده مش شخص بيتتبعك باذى، والله اعلى واعلم. شيماء خالد رقم 9، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا شيماء، بحب تفسيراتك وبقتنع بيها، ربنا يبارك في عمرك. انا رأيت شخص لم يعد هناك تواصل بيننا، انا وهو بنبني مسجد، هو في حالة، هو في حاله وانا في حالي، وحان وقت الصلاة وتوضأت وهو ايضا توضأ، ثم اختي لفتت نظره ليا فقال لي اني جميلة، ونظر لأقدامي طويلا وكنت حافية وكان عليها مية من اثر الوضوء. ان صدقت الرؤية دي يا شيماء، وانت ما كنتش مفكرة في موضوع كتير قبل النوم، رغم اني شايفة انها رؤية لان هنا رموز كتير، ان صدقت فبإذن الرحمن ان في، حتى لو الصلة انقطعت دلوقتي، في جمع بينكم في خير، لان ده بناء مسجد. بناء المسجد اما اشوف ان انا ببني او ببني قبر للاعزب، ده معناه ان في زواج. طب انا ببني انا وهو، وكمان انتوا الاثنين اتوضيتوا ونظروا لقدمك، معناه ان الشخص ده من بعد فترة، هي فترة شوية يعني اختفاء، انه ينزل لقدمك، انه هينزل لحالك ان كنت ارتبطتي او لا، فهو لقى ان مفيش، فمعناه انه ان شاء الله هيكون في رجعة مع الشخص ده، والله اعلى واعلم.
آلاء الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. آنسة وموظفة، رأيت إني ذاهبة إلى أرض هي لنا في الواقع، فوجدت كلب كبير أبيض وأسود بينبح فيا، لكن كان مربوط، فابتعدت عنه ووصلت الأرضنا ووجدت زميلتي نعيمة، ثم رأيت نفسي في مدرسة عملي في مدرسة عملي مع زميلتي نعيمة، وكنت لابسة حذائي الأسود. وقالت لي نعيمة: الحذاء هذا لم يكن يعجبني من قبل، والآن هو يعجبني. فقلت لها إنه بيعجبني، وركبنا حافلة. ثم ركب شاب أعرفه اسمه عيد، هو سيء، فنزلت أنا من نافذة الحافلة. الشاب ده لا تربطني به علاقة، ونعيمة زميلتي في العمل، وكل مرة أرى إنها معي في أحلامي. هي عشان اسمها كويس، فالحمد لله إن هي بتيجي. معنى كلب كبير بينبح عليا معناه ان في شخص بيحاول يضايقني او بيجيب في سيرتي بكلام مش صح. هو مش هيضرك لانه كان مربوط، فمعناه انه خليه ينبح زي ما بينبح كده، مش هيضرك منه اي حاجه. معنى انك وصلتي لأرضكم معناه ان امر بتسعي فيه وان شاء الله هتوصلي له قريب. نعيمه بتدل على النعم وعلى الارزاق، فان هي تجيلك في اكتر من رؤية، قلنا ده بيدل على نعم هتجيلك ومتلاحقة باذن الرحمن. الحذاء الاسود ده ان كان حذائك في الواقع فهو ما بيكونش ليه تفسير، ان ما كانش حذائك او شفتي انه مختلف فهو شخص مقبل عليك ان شاء الله باذن الرحمن. بس الشخصية دي اللي هي نعيمة وانتي، انتوا الاتنين عارفينه، يعني ربما انه زميل ليكي، ده اذا ما كانش الحذاء ده موجود في الواقع. والله أعلى وأعلم. ياسمين رقم 11، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رأيت العام الماضي كأني كنت معزومة عند ناس معرفهمش، وكان عندهم فرح لكن بدون غناء. بعدين جاء شاب وأخد بإيدي كأنه بده يطلبني، وأنا خجلت وأخذني لغرفة كانت فيها أمه ونساء معرفهمش، وهم فرحانين بيا، وكانت بالغرفة نافذة مفتوحة تطل على منظر جميل، وتحت النافذة سرير لونه ذهبي وفيه غطاء مرتب لكن كأنه قديم شوية. أنا في نفسي ما عجبني السرير لأنه قديم شوية، لكن قلت الناس طيبين وفرحوا بيا، والشاب معاملته جميلة، راح أرضى بها الوضع بهالوضع وخلاص. ربنا ييسر لك الحال يا رب. طيب هي بشرة ومقبلة عليكي، طالما النافذة كانت مفتوحة هنا فهي البشرة مقبلة عليك ان شاء الله بشخص صفاته كويسة جدا، وفي الشكل وفي حاجات كتير قوي في صفات كويسة، بس في رمز برضو مش طيب هنا. اللون الذهبي اللي جه على السرير هنا ده معناه ان شخص شايف نفسه ان هو يعني ان هو حلو، او ان هو ليه مكانة، او الكلام ده كله. شخص يعني فرحان بنفسه من الناحية دي. الشخص ده طالما السرير كان قديم شوية فده معناه ان الشخص ده سبق له ارتباط قبل كده. نسأل ربنا انه ان شاء الله، وكمان اكبر منك شوية، الشخص ده هيكون اكبر منك شوية عشان كده شفتي قديم، لكن صفاته كلها كويسة فيما عدا ان هو يعني مش صفة وحشة، بس ان هو يعني شخص انا شايف نفسي ان انا حلوة، او انا شايف نفسي ان انا مركزي كويس. هو ده الرمز اللي فيه، بس هيتم امرك معاه لان امره فيه خير ليكي. والله اعلى واعلم. مي عمر، انا قرأت الرؤية يا مي بس علشان طويلة شوية فقريتها بعيد عن البس. معنى ان امنية راكبة في الكرسي اللي ورايا ده معناه ان امنية بتتمنيها من فترة قديمة، مش حاجة جديدة، ولكن هتتيسر ليكي قريب. طبعا معنى الميكروباص او المكان بقى كله بنات بس، ده معناه ان الفترة المقبلة كلها ان شاء الله باذن الرحمن سعادة، من بعد كرب وحزن والحاجات دي كلها لا، ده في امنية هتتيسر، وامنية قديمة كمان، ان باذن الرحمن الحياة المقبلة هيكون فيها سعادة. واحمدي ربنا ان السيدة اللي معاها الاطفال اللي انت بتقولي فقيرة وصعبانة عليكي دي ما ركبتش، لان دي لو ركبت كان هتطول معاكي فترة هموم. الاطفال اللي معاها وهي كمان انت شايفة ان هي فقيرة والكلام ده كله، ده معناه ان كان هيبقى في حياتك هم وفوق طاقتك، لان معاها اطفال، فده كان هيبقى اهم فوق طاقتك وملازمك في الحياة لانه كان هيركب معاكي. فقولي الحمد لله ان دي ما ركبتش. الساعة اللي جت في الحائط وبالارقام اللي انت ذكرتيها، قلنا رقم 2 بيدل على جمعك بشخص ما. ابن عمك اللي انت ذكرتيه، يا ريت كنت ذكرتي ان كان هو بيفكر في ارتباط منك او
لان ده معناه ان في حد من العيلة او من الاسرة دي كان بيحاول او بيتكلم في ارتباط، مش واضح ان امره هيتم او لا، لكن واضح ان في ارتباط ليكي من شخص واضح، شخص ما عندوش كذب، بمعنى السلسلة اللي كانت في رقبتك تكون على شكل شمس وبتلمع كده، ده معناه ان في شخص هيقبل عليكي ان شاء الله، في صفات طيبة منها انه شخص واضح ما عندهوش الكذب نهائي، والله اعلى واعلم. مها صبحي، ماما حلمت اني بشتغل في محل بيبيع حلويات وناس كتير بتشتري مني، وكان واقف واحد اسمه سعيد وقاعد واحد على كرسي بيقول صح يا مها، يعني بيوافقني في حاجة، وانا كنت لابسة بيجامة حلوة قوي بنص كم، ودخل محل ابن خالي اسمه زياد ومعاه بنات وولاد تانيين، واخدوا من الحلوى وماما طردتهم، وكان في بنت بتقول عايزة شبشب، فماما قالت لها في المحل التاني، وكان في محل تاني واحد متوفى اسمه محروس بيقول عليا اني غلطانة اني بينت نفسي، فالولاد شافوني ودخلوا المحل، وماما لقيت نفسها لابسة عباية بنص كم، فقالت في رجالة كتير هتروح تلبس عباية بكم، ماما أرملة وأنا أنسة ولا أعمل وبعمل ماجستير. طيب أولا معنى المحل الحلويات وكمان اسم سعيد، ده معناه ان في خبر سعيد جايلك بإذن الرحمن. الشخص اللي قاعد على الكرسي وبيوافقك على طول، ده معناه ان هيكون فيه ليكي ارتباط، بس من شخص فيه محبة كبيرة بينك وبينه، عشان كده انت شفتيه انه كان بيوافقك على طول. معنى الاشخاص او خالك ودخل معاه الاطفال دول علشان ياخدوا حلويات، وانت بتقولي انا غلطانة ان انا بينت نفسي، فده معناه انك لما يجيلك الخير ده او الخبر السعيد والشخص اللي هو صفاته طيبة، ما تظهرهاش في الاول، لان لو ظهرت في اي حاجة في الاول الامر مش هيكتمل، عشان كده انت كنت بتلومي نفسك بعد كده. كمان البنت اللي جاية بتقول عايزة شبشب، فده معناه ان في بنت هتحاول تتقرب من الشخص ده، بس امرها مش هيتم عشان كلمة خدي من المحل التاني او روحي المحل التاني، فده معناه ان امرها مش هيتم، وجالك اسم محروس هنا بيدل على الحرص وعلى الحفظ، فان شاء الله حتى لو الناس دي حاولوا يأذوا او يتدخلوا، فده معناه ان امرهم مش هيتم، والله اعلى واعلم. امل، رأيت كأني في مصر في بيت جدي حسن، وانا عايشة في السعودية، عايزة اصلي في الغرفة، فرشت السجادة ولبست شرشة في الصلاة كان لونه بنفسجي، فجأة لقيت اني لابسة واحد جديد ابيض واسود، وجاءت بنت عمي مها تصلي معايا على السجادة، وعمتي مريم، كبرت وركعت وسجدت، وصحيت من النوم قبل التسليم مطلقة ومكروبة، ربنا يفك كربك يا رب. اولا معنى انك بتنتقلي من السعودية لمصر، فده معناه ان في امان ليكي من بعد فقدك، انت فقدتي سعادة في حياتك وعشت فترة كرب، علشان انت شفتي هنا انك تركتي السعودية معناه انك تركتي السعادة، لكن روحتي لمصر فده معناه ان من بعد كرب عشتي اللي هو تركك للسعودية، معناه ان في امن ليكي، ده امن ان شاء الله ليكي باذن الرحمن. الصلاة واللون البنفسجي من اجمل الالوان اللي ممكن تشوفيها، لان ده بيدل على فترة مرت بحزن يعقبها فترة سعادة، اللون البنفسجي. ملابس الصلاة اللي لبستيها، ده معناه ان هيظهر في حياتك شخص صالح، بس مش دلوقتي، اصبري شوية، لان ده معناه ان هنا في وقت، انت لسه كنت بتفرش السجادة، فمعناه انه وقت بس بسيط، استغفري وادعي وان شاء الله الشخص ده هيقبل عليكي قريب ان شاء الله، نسأل ربنا انه يكون الامر قريب. مها ومريم، مريم هو اللي كانت معاكي، ده معناه انك اتظلمتي، او مريم كانت معاكي على السجادة، ده اهم رمز، ده معناه انك اتظلمتي، كبرتي وركعتي والامور دي كلها، ده معناه انك دعيتي كتير قوي ولجأتي ربنا، وده يعني ربنا يحفظك يا رب، ده الصح، الجائر ربنا ودعي كتير علشان تتم امورك دي كلها، وابشري الحمد والشكر لله، والله الرؤية يعني الحمد لله مبشرة، فيها رموز كتير خير، والله اعلى واعلم. انفال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في عمرك. شفت امبارح منام هو اني كنت حامل وجالي المخاض وولدت ابن، ولما اخدته لبيتنا شافوا اخي ظنوا انه بنتي، هو يشبهها كثيرا وبنتي تشبه ابيها، علما انني مطلقة
ببنت من 4 سنوات وأبلغ من العمر 28 سنة، فما معنى ذلك؟ ربنا يحفظك يا رب. معنى انك خلاص ولدتي او في فترة مخاض زي ما انت بتقولي ولدتي، الحمل لغير المتزوجة ده معناه انها بتحمل هموم، وهموم بتكون كبيرة. فان انا اولد ده معناه خلاصي من هموم. الولد هنا معناه ان في بشرة، البنت بتدل على دنيا، لكن الولد في قلنا في مرحلة اللي هو بيبي ده معناه ان في بشرة ليكي، في بشرة ليكي بإذن الرحمن قريب قوي والله أعلى وأعلى. سدرة المنتهى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. متزوجة وعندي بنت أنسة وأولاد. حلمت أني بجري إلى حجرة نومي وسمعت صوت ابنتي بتقول حاجة، أنا اتضايقت منها ودخلت حجرة نومي لقيت سرير عمليات دكتور نساء ودكتور بنج، وأخدت حقنة بنج ونمت. طيب أولا ربنا يحفظها لك، بس ركزي مع البنت قوي، ركزي معاها قوي في تصرفاتها وفي كل حاجة بتعملها، ركزي معاها، لأنه واضح ان هي طيبة او سهل ان هي تنخدع بالكلام قوي. ركزي معاها، انت هنا اللي اكد امر بنتك كمان، خلاف ان انت سمعتيها دكتور النساء، فده معناه برضو البنت. انت ركزي مع البنت في امرها، ان شاء الله كمان الطبيب بيدل على ان في زوال هم عنك، بس يا ريت ركزي معاها، ما تناميش وما تاخديش بنج زي ما انت شفتي كده. معنى اني باخد بنج او ان انا نايمه ده معناه الغفله، فركزي في امرها علشان ممكن ان يظهر شخص صفاته مش طيبه والله اعلى واعلى. نرمين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ربنا يبارك فيك يا نرمين. اولا حابة اشكرك على تفسير الحلم اللي فات وحصل بالظبط والله اعلى واعلم. ربنا يبارك فيك. حلمت، ربنا يرزقك الخير يا رب ويرزقك خير الازواج يا رب. حلمت اني كنت ماشية رايحة بيتنا والدنيا ليل والناس تقريبا نايمة، وكان في بنت ماشية ورايا كنت شايفة ظلها، بس انا كنت حاسة انها صاحبتي بس في الحقيقة هي كانت اختي. وبعدين الطريق كان في ايه حودة، ولقيت كلبين لونهم بني هجموا علينا، واحد قصير شوية وواحد طويل، ولما هجم انا حطيت ايدي علشان ما يعضنيش، لكن صحيت من النوم بسبب ألم في ايدي مكان اسنان الكلب، ولما صحيت كان في اذان الفجر. طيب اولا معنى ان بنت ماشية وراكي ده معنى ان شاء الله باذن الرحمن في حاجة بتتمنيها وتتحقق، لان قلنا البنت بتدل على دنيا، فان هي جايه لي كمان قلنا لما تيجي من ورا فده معناه حاجه قديمه بتمناها، مش دنيا مقبله بحاجه جديده، لا ده حاجه قديمه بتمناها وهتتحقق. كمان ان هي تكون اختي فده معناه ان ربنا ان شاء الله يحفظك، ده فيه حفظ ليكي. الاخت والام هنا بيدلوا ان الشخص ده فيه حفظ، فيه حفظ ليه باذن الرحمن. خليكي، معنى ان الطريق كان فيه حوضه ده رمز مش طيب، اوعي تخفي عن اقرب الناس ليكي حاجة، لان الكلبين اللي جولك دول شخصين سيئين هيظهروا، دول اتنين من الرجال صفاتهم سيئة جدا، وزي ما شفتيهم كده واحد قصير شوية وواحد اطول زي ما انت شفتيهم كده، ان هو بيعضك في ايدك ده معناه انه شخص مقبل باذى، ده هيحاول يأذيكي خاصة في ناحية الرزق، رزق بزواج، رزق بعمل، اي ارزاق ليجي هيحاول ان يأذيكي فيها. كمان معنى الايد، ان كان ليكي اخوات ذكور فاعرفي ان الشخص ده بيكره واحد من اخواتك الذكور قوي، وهيحاول برضو انه يأذيه، لان هنا اليد اللي انت ذكرتيها معناها ان في حد من الاخوات بس الذكور مش الاناث هو بيكرهه قوي وهيحاول برضو يأذيه، فاحذري من الرموز دي وخلي امورك كلها واضحة، ما تخفيش اي حاجة، لان بقولك في الحودة دي معناه ان في حد هيحاول يكذب عليكي او يخدعك، فخلي امورك واضحة. ام حمادة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت زوجي استلم ظرف فيه اوراق تعيين لبنتي، وبعدين لقيت نفسي انا وبنتي عند محل ترزي، اعطيناه شنطة فيها قماشة عشان يفصل لها يونيفورم، وقال هتستلموه الثلاثاء او الاربعاء بنتي انسة ولا تعمل، ربنا يحفظها لك يا رب. طيب والدها هو اللي استلم الظرف، فده معناه ان في حد هيكلم والدها على ارتباط ليها، عشان هنا انت ذكرتي الترزي، واحنا قلنا الترزي ده معناه ان في جمع بين شخصين بواسطة حد،
في حد اللي هيكون يعني هيجيب عريس عن طريقه او الكلام ده كله. بس الامر لسه شوية، طالما ان الورق في ظرف والقماش لسه في الشنطة، فده معناه اني لسه شوية. استغفري ربنا وان شاء الله امرها هيتيسر قريب، بس خليها تحصن نفسها. طالما اتذكر هنا يوم الاربع امرها هيكتمل على خير، بس خليها تحصن نفسها عشان في رمز هنا. بسملة صابر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت في منامي بأن قريبتي واسمها فاطمة بتوزع جوائز للذين نجحوا في شيء ما. أعطت فاطمة في الأول حقيبة يد بنية اللون وجميلة جدا ومصنوعة من الجلد الفاخر لامرأة لا أعرفها، وكنت أتمنى بأن تعطيني هذه الحقيبة، ولكن المرأة رفضت أن تأخذ الحقيبة من فاطمة، فقامت فاطمة بإعطاء هذه الحقيبة لي، وقد كنت سعيدة بها لأنني منذ البداية أردت هذه الحقيبة لنفسي. وعندما فتحت الحقيبة وجدت بداخلها حقيبتين صغيرتين للنقود. طيب يا بسملة، أولا فاطمة هنا قلنا بتدل على أن الشخص ده اتظلم، ثانيا أنك يعني شوية في ناس من المقربين ليك اللي هم الأسرة هم في الواقع بعيد عنك، أو مش يعني مش بيصلوا الرحم معاكي قوي. معنى الحقيبة اللي انت اخدتيها باللون دي باللون ده، ده معناه ان في عمل مقبل عليكي وهيكون في خير مضاعف عن اللي فات، علشان الحقيبتين اللي كانوا صغيرين اللي هم الخاصين بالنقود دول، ده معناه ان في عمل مقبل عليكي، بس هيكون ان شاء الله رزقك فيه مضاعف، والله اعلى واعلم. ريم محمد عمر، حلمت ان خالي اداني شنطة فيها ملايتين سرير، واحدة سادة لونها مشمشي والتانية لونها اخضر مشجر شبه ملاية عندنا في الحقيقة. آنسة، ربنا يرزقك الخير يا رب. اولا دول شخصين بصفات مختلفة هيظهروا في حياتك يا ريم. اللون المشمشي بيدل على ان ده شخص طول الوقت يعني مبتسم، هتعرفيه بكده ان هو بيحب يضحك كتير ومبتسم، وهتلاقي عرفيه يعني انه دايما الوانه فاتحة. الشخص اللي بيجي باللون ده معناه انه دايما مبتسم، ودايما هتلاقيه فعلا بيحب الالوان الفاتحة. اللون الاخضر ده معناه انه شخص قريب من الناحية الدينية يا ريم، فهم دول هيظهروا في حياتك في الفترة المقبلة، والله اعلى واعلم. مريم عصام، انا سيدة ابلغ من العمر 46 متزوجة، حلمت بامي وابي المتوفيين هيطلعوا يحجوا، امي قالت لي هاخدك معايا انت واختك الوسطانية، علما باننا ثلاث بنات وانا اصغرهم. ورحت للدولاب عشان اجهز شنطة السفر، وقلت لاختي الكبيرة اني مش ضروري اخد عبايات بنص كم عشان في هناك تكييفات كتير، وجبت من الدولاب عباية بكم لونها فوشيا في ابيض في اسود مطابقة لعباية اختي الوسطانية اللي هتسافر معايا. وبعد كده افتكرت وقلت اني ما عنديش جواز سفر، فبابا قال لي انا عملتلك واحد واعطاني. اولا معنى ان المتوفى هو اللي هياخدني اسافر، فده معناه ان في امر شديد او صعب عليكي هيتيسر ليكي قريب ان شاء الله. معنى الحج هو قضاء حاجة ليكي باذن الرحمن. باقي الرؤية، ان صدقت الرؤية فباقي الرؤية بيدل على ان علاقتك بزوجك مش طيبة، او انك مش حاسة معاه بامان. دي العباية اللي جاتلك هنا بنص كم، وكمان والدك اللي بيقولك انت بتقولي له ما عنديش جواز سفر، فبيقولك انا عملت لك واحد، فده معناه ان عندك احساس بالوحدة من ناحية الزوج، والله اعلى واعلى. نادية نصر، حلمت اني دخلت اوضتي لقيت فستان لونه ذهبي محطوط في شنطة بلاستيك مرمي على الارض وباين منه طرفه بس، وسمعت هاتف بيقول الفستان ده اتلبس مرة واحدة قبل كده. فجأة لقيتني لابسة الفستان ده، بس لونه اتحول لأوف وايت، وكان فستان بحمالات وحمالاته لف على دراعي، وكان بفيونكة من الوسط وفستان طويل، وانا ماسكاه بايدي الاتنين وببص عليه في المراية ومبسوطة بيه، وشعري اسود جدا على شكل كحكة كبيرة، وشكلي كان حلو ووشي منور. وبعد كده لقيتني ماسكة ورقة بكتب تكاليف الفرح، والورقة مكتوب فيها كلمة ميك اب، وبقول انا هعمل ميك اب عند سلمى سمير، والفستان جايباه من سامو هجرس. طيب ربنا يرزقك الخير يا نادية. هو الفستان باللون الذهبي بس محطوط في شنطة بلاستيك وفي الارض، ده معناه انه شخص سبق له ارتباط وحزين، الله اعلم ايه سبب حزنه، لكن ده كان ليه ارتباط وانتهى،
وحاليا في الوقت اللي هتظهري انت فيه في حياته هو وقت حزين هو فيه جدا، لكن هيتغير معاكي، معنى انك فرحانة بيه وتحول لونه معاكي الاوف وايت، ده معناه ان شخص يعني هيتحول معاكي للافضل، وهتكون ولف على دراعك الحملات اللي لفت على دراعك دي، ده معناه ان شخص فعلا يعني هيكون خير ليكي وهيحتويكي، وهيكون ما بينكم ذرية. دي المراية اللي بصيتي فيها، والله اعلى واعلم. قلنا الميك اب هو او ادوات التجميل، ده تجميل وتحسين في امرك وحياتك باذن الرحمن، فرؤية كلها ما شاء الله مبشرة، ربنا يبشرك بالخير يا رب. مامة ادهم، انا مطلقة مرتين ومعايا طفل وفي شخص متقدم واهلي رافضين، حلمت ان الشخص اللي متقدم ليا اديته 2 جنيه ورق، خليته يفكهم واداني 3.5، 3.5 جنيه جديد و2.25 جنيه. لا لا يا مامة ادهم، صلي استخارة، صلي استخارة اكتر من مرة، الرموز اللي هنا مش طيبة. انت بتديله 2 وانت في الواقع مطلقة مرتين، راح مديكي هو 3. طبعا فهماني انا مش عايزه افسرها لك، اداكي هو 3.5 جنيه وال2.25 دول طفلين، انت معاكي حاليا 1، فهو اداكي، لا اداكي بقى ربعين واديتي له نصين راح مديكي 3. فانت يا رب تكوني فهمتي قصدي ايه، فصلي استخاره اكتر من مره، لان الرموز كده بمعنى اصح مش حلوه، انا مش عايزه افسرها عشان ما تقعش. صلي استخاره مرتين تاني خلاف دي، وهفسرها لك بقى على طول عشان هيكون ساعتها الامر خلاص ظهر. رنيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت في بئر في بيتي، وجاءت عندي جارة قديمة وقالت ايه، ماء بئركم بارد. بعدها سقط ابنها في البئر، في الحقيقة ليس ابنها، وبينما انا وزوجي نفتش عن الطريقة التي نخرجه بها، وجدت ابني قد اخرجه. ابني اسمه محمد، شاب ولا يعمل. العفو، ربنا يبارك في عمرك. طيب المرأة دي بتدل عليكي انتي، او بتدل على وضعك انتي، لان انتي بتقولي في الحقيقة ده مش ابنها، فان هي بتتكلم وابنها اللي سقط في البئر، ده معناه ان ابنها يعني حاله شوية توقف. هنا واضح ان ابنك فيه حسد، لان شوفي هي قالت ايه، الماء البئر بتاعكو بارد، فده معناه ان في حد حسدكو في رزق واصابكو فعلا، علشان كده الرزق هتلاقيه متوقف شوية، خاصة لابنك، لان هنا اللي وقع ابنها، فدي الرؤية كلها بتعود عليك. يقول الحمد لله ان اللي خرجوا ابنك، فده معناه ان شاء الله في صلاح حلي، بس خليه دايما يحصن نفسه بالاذكار، ويعني يحصن نفسه بسورة البقرة، يلجأ لله ويدعي، لان ده معناه الرؤية كلها موضحة انه حسد مش حاجة تانية، والله اعلى واعلم. الاء الرحمن، انا قريت الرؤية بس علشان طويلة شوية فقريتها من غير ما اسجل. الرؤية كلها والاكشاك والفستق ده بيدل ان في رزق مقبل عليكي وقريب، او ان شاء الله الفستق والبندق اللي كانوا بينزلوا، ده معناه ان في رزق مقبل عليكي ان شاء الله قريب قوي، مش بعد فترة طويلة. البندق اللي كان بينزل من الشجرة اللي فوق عند الجيران، فده معناه ان هيجيلك ان شاء الله ارتباط كمان من حد مش غريب، حد عارفاه قبل كده، ده حد عارفاه قبل كده، وان شاء الله نسأل ربنا انه هيكون فيه الخير عشان اسم محمد اللي جه في الاخر. بس في وسط ده كله يا الاء، التينة اللي كانت في الارض والطفل اللي كان بيتبعك، ده معناه ان شوية فيها يعني شوية مشاكل كده، او شوية هموم مصاحبة للإنسان، لأن الطفل كان ماشي معاكي. قولي الحمد لله أنه هو جه في الآخر وما دخلش البيت، لأنه لو دخل البيت كان هيبقى مستمر معاكي فترة، طالما أنه ما دخلش فإحمدي ربنا أن فترة كان فيها مشاكل. الرؤية دي خاصة بوسام، فترة فيها مشاكل وهتعدي على خير، وفي من بعدها في رزق مادي أولا، ثم أن في ارتباط بس من شخص معلوم مش مجهول، والله أعلى وأعلم. ليتل بيرد، طيب الرؤية بتاعتك بتدل على ان في شخص هيظهر في حياتك بعد فترة، لكن هيكون المقربين منه ليهم رأي تاني، ان هم عايزين حد تاني، او ان هم بيحاولوا يعطلوا امره، عشان كده انت لما بتتكلمي على تعليق الستارة على القارب قالت لك
لا لما يجي وقتها. والستارة هنا بتدل على الستر، فان هي مش عايزاها فده معناه انها هتحاول تعطل امرك، وكمان ان هي بتديكي فواكه مجففة فده معناه ان هي بتحاول برضو ان هي توقف الامر والمرأة اللي دخلت عليك، ودي ده معناه ان هما بيتمنوا له واحدة تانية ربما ان هي من اسرته او ان هي من معارفهم، عشان كده هيحاولوا ان هما يعطلوا امر ليكوا، لكن مش هيتم التعطيل طالما انه كان بيتبعك. ده معناه ان الشخص ده هيتمسك بيكي حتى لو كان في مشكلات هتحصل، لكن هيتمسك بيكي للاخر، والله اعلى واعلم. طيب اولا معنى كلمة ماما، كلمة انا هاكل سم، ومعنى السمك الشبار اللي هي كانت حطاه، معناه ان هي يعني مهمومة قوي بسبب امر الانفصال ده، وان هي مش حابة الاشخاص دي. معنى انك انت اللي بتحطي السمك كتير معناها ان انت اللي عندك يعني قابلية ان ممكن يكون في رجوع، انتي ووالدك من جواه برضو حابب انه كان في رجوع، عشان كده بيقولك السمك قليل وقالك زودي. اسم امال هنا بيدل على الامنية وعلى الامال وطموحاتك انتي في الحياة دي. ان هي بتشرب عصير مانجا فده نجاة من امر متعسر، فان كان الطلاق هنا في مشكلة كبيرة فعرفي ان في نجاة، وان شاء الله باذن الرحمن ربنا هييسر لك اللي فيه الخير. بس احذري من حاجه، المكرونه لما تيجي في رؤيه اعرفي ان في حد بيمكر بيكي او حد مكار حواليكو، فاحذري من امره قوي. شقه في ميدان سرور والكلام ده والارقام اللي ذكرتيها ده معناه ان في فرحه سهله ان هي تيجي، بس حماكي هو اللي بيحاول انه يكون في طلاق، عشان نكون واضحين معنى ان هو اللي بيقفل الستارة، احنا لسه ذاكرين الستارة فوق، معنى ان انا اللي بقفل الستارة ان انا اللي بحاول انهي الموضوع، الزواج ده ستر، فما تيجي لي هنا الستارة وهو اللي بيقفلها فده بيحاول ينهي موضوع زواج، بيحاول يقفل الموضوع خلاص. فاعرفي ان حماكي اللي بيحاول يعمل كده، لكن الباقيين ممكن الامر ينصلح عشان كلمة سرور هنا والمانجا بتدل على نجاة، فانتي حاولي اتكلمي او اتكلموا معاهم في الشخص الصالح، مع الشخص الصالح ما تتكلموش مع اي حد، الشخص ده اللي هو والده ما تتكلموش معاه، حاولوا تتكلموا مع اي حد تاني، لان هنا جت المكرونة قلتلك دي بتدل على مكر، والله اعلى واعلم. الحاجة رجاء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب، اللهم امين. أرملة وعمري 67 من عام ولا أعمل، شفت أني في مكان واسع وكان في ناس كتيرة معرفهاش، وكان في بنت جميلة جدا شابة، وعرفت في المنام أن هي وشخص بيحبوا بعض، فأنا خدتها من إيديها قلت لها تعالي نروح عنده، لقيته نايم ومتغطي كله بعباية بني، وكشفت الغطا من عليه وأخدت إيده مسكتها في إيديها فالناس هاجت وقالت الجوازة دي ما تنفعش، دول من نسل النبي عليه الصلاة والسلام وأهله، فمجموعة رجالة خرجت لما الناس دي هاجت المجموعة دي من نسل النبي، وأنا سبت الشاب والبنت ماسكين إيد بعض ومشيت ورا مجموعة الرجالة على أساس إن أنا منهم ومعاهم من نسل الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعرفش أي حد من الناس دي في الحقيقة، والناس دي كلهم لابسين عبايات كوخ لونها بني والعبايات كلها شكل واحد. أولا الرؤية ربنا يحفظك يا رب إن شاء الله بتدل على انك متمسكة بالسنة جدا وبتحاولي تطبقيها في الفترة الحالية جدا، كمان البنت اللي انت بتجمعيها مع الولد ونسل الرسول عليه الصلاة والسلام والكلام ده كله، ده معناه انك هتكوني سبب في صلح او جمع بالفعل بين اتنين لزواج، او صلح بين اشخاص بالفعل، مشيك انت بس اشخاص صالحين كلهم، مشيك انت ورا الاشخاص اللي هم من نسل النبي عليه الصلاة والسلام وكأنك منهم، ده معناه ان في حجة او عمرة ليكي، والحجة اقرب والله اعلى واعلم، بس واضح ان في الرمز جايلك واضح قوي هنا، العبايات والكوخ والالوان دي كلها بيدل على ان باذن الرحمن في حجة او عمرة ليكي باذن الرحمن، وهتكوني سبب في صلاح امر بين اشخاص الاتنين صالحين، مفهومش حد وحش، الاتنين صالحين والله اعلى واعلم. سمر جابر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ابنة اخي عمرها 11 سنة حلمت بوجود قطتين على سرير نومي لونهم ابيض، واحدة كبيرة والتانية صغيرة وعيونهم ملونة. طيب دي رؤية طيبة، مش ما فيهاش اي اذى، دي بتدل على ان ليكي صديقتين والاتنين من الصالحات.
طالما ان جايين لك باللون ده وعلى السرير فدول معناه ان هم مقربين منك، وعلى فكرة بيحبوكي قوي طالما جولك على السرير فده معناه ان هم من المقربين ليكي قوي، 2 اصدقاء وصالحات الحمد لله والله اعلى واعلم. دول ال30 رؤية ان شاء الله ربنا يرزقكم خيرهم باذن الرحمن. اترككم في رعاية وحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.